اصنعي معجزاتك بنفسك، والله مو صعبة، والله يا بناتك اللي مكم من تجربة، كل شيء تتمنينه، كل شيء خاطرك فيه، كل شيء بدون ما أحدد لك حلم يمكن أثقل تفكيرك وأتعب نفسيتك وتعبتي وانت بتخطط عشان توصلي له، لك والله بهذا الذكر حتوصلي له، وحيجيكي على غير سابق انذار. كيف حيجيكي وشلون؟ والله حتذهلي من تفاصيل قدومه، تدابير الله حتدخل فيه، بس كثري من الذكر. والله العظيم رب العالمين يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين. دائما خلي لسانك رطب بذكر الله دائما، وكل ما حسيتي بعجز وتعطيل ومو قادرة تعملي ولا شيء، رغم انك انت عارفة ايش تبغي بس ما انت عارفة كيف توصلي له، حوقلي والله انها تفتح الابواب المرصدة، والله تفك لك الابواب، والله اذا استعنتي بحول الله وقوته. انت عارفة لما تقولي لا حول ولا قوة الا بالله، انت ايش قاعدة تقولي؟ انت قاعدة تستعيني بمشيئة الله وقوته على هذا الامر. فاذا حلت قوة الله وارادته، ايش اللي حيصير؟ امرك الصعب في نظرك والله حيكون سهل. رب العالمين حط فيها عظم هذه الكلمة غير طبيعية، كنز من كنوز الجنة. كنز، عارفة يعني ايش كنز؟ تخيلي اني انا اوصف لك مكان واقول لك روحي خذي هذا الكنز، هو اللي حيغير كل حياتك. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا كنز عظيم. والله والله يا بنات من تجربة شخصية، امر احتار فيه اوصل به الى شتات الفكر ويمكن يرهقني، أحوق لا إله إلا الله. كيف الترتيبات وكيف الأمور اللي تصير؟ والله إن الواحد يعجز عن شكر الله عليها. فدائما دائما إذا كان في خاطرك أمر ما وبدك توصلي له، حوقلي قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أمور تعسرت فوق حدود ما تتخيلوا أصلا، لا بصيص أمل حتى في حلها، ولكن سبحان الله لما الواحد يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، والله كيف تتيسر الأمور، كيف تتفك الأمور، كيف تيجي الأمور، لا يعني شيء يخليك سبحان الله تسجد لله شاكرة باكية. الأمر والله لن تشعري بلذته حتى تجربي. عودي نفسك على ذكر الله، عودي نفسك وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها تكفى همك ويغفر ذنبك. سبحان من جعل لها هذه المكانة. تخيلي إن الله يثني عليك في السماء الدنيا، في السماء، ويعني إيش البركة اللي حتحل عليك، إيش الأمور اللي حتتيسر لك. كل هم إيش هو همك؟ رزق، ذرية، إيش ما كان همك، إيش ما كان همك، إحنا بشر ونختلف في همومنا، تكفى همك، يعني همك هذا خلاص انتهى. بمجرد ما أنت تكثري من الصلاة على النبي، أكثري عليه من الصلاة وأنت مستشعرة قوة هذا الذكر. واللي حابة تعرف عن الاستشعار الصلاة الإبراهيمية، في مقطع عندي موجود في نفس صفحتي، اسمعي عشان تفهمي بالضبط يعني إيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الحوقلة عندك من بعد العشاء إلين الفجر الاستغفار، والله ينزل عليك كل شيء مدرار، يعني حتى الرزق اللي أنت تتمنيه ما ينزل عليك شيء بسيط، لا ينزل عليك رب العالمين كفلك هذا الرزق وأعطاك المفتاح اللي هو الاستغفار. فدائما دائما دائما عودي نفسك على الذكر. طب إذا تزاحمت عليك الظروف والأمور وعندك أشغال وحسيتي نفسك أنت مو قادرة تركزي، عليك بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف كأنك جالسة تذكر الله نهار مع ليل، لكن لا يعدي يوم وانت ما ذكرت الله بالأذكار. وشوفي أثرها كيف، حتشوفيها في حياتك، حتشوفي أمورك تغيرت، أمورك ميسرة، ناس تتسخر لك، الكون كله على بعضه يتسخر لك. فلا تستهينوا بالذكر، دائما خليكي صاحبة الذكر. أسأل الله العلي العظيم من نشر هذا الفيد إن الله يثقل ميزانه بكل شخص يذكر الله بسبب نشره لهذا الفيد. محبتكم ريم، ولا تنسوا تتابعوني على اليوتيوب وأسناب.